يطلب مني أنا المحموم الموتور أن تلقي قصيدة المصبوغ بالدم أن أشارك. كان شيء عجيب. رقصت أنا وراء التليفون لما بلغني سكرتير الدكتور هاشم يدرون بي تمنعت. أيوة. دللت لكن لما طلقت قمت أرقص أن هذه الأريدة. نعم. الشاعر 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 هو المنتحر. أختصرها، إجيت ألقيت القصيدة قلت فيها ما لا يقال مثلاً. ولما انتهيت منها مزقتها لأنه نعم. لماذا أخليها بجيبي؟ ذاكرتي قوية نعم. أحفظها أفتش فتكون دليل علي. مزقتها أمام الحاضرين نعم. من كبار الدولة حتى من ممثل البلاط الملكي نعم. ولكنها قصيدة خطيرة كانت. خطيرة خلقتها. سألقي لك أبيات منها. نبئت أنك لست تبرح سائلا عني تناشد غائبة أو آيبة وتقول كيف يظل نجم ساطع ملء العيون عن المحافل غائبة. الآن أنبيك اليقين كما جلى وضح الصباح عن العيون غياهبة. فلقد سكت مخاطبا إذ لم أجد من يستحق صدى الشكاة مخاطبة. نعم. أنبيك عن شر الطغام مفاجرا ومفاخرا ومساعيا ومكاسبا. عن شاربين دم الشباب لأنه لو نال من دمهم لكان الشاربا. نعم.